السلام عليكم، معكم الدكتور حسين بوضربات، طبيب هنا في مجات وفي نفس الوقت المشرف على القافلة الطبية اللي نظمنا اليوم في الجامعة ديال في الخيرية ديال قماسة فروقة للتلاميذ اللي كاينين هنا وكذلك حتى للساكنة هنايا بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من أمراض مزمنة ولا أمراض عامة. وجبنا معنا طاقم من ديال الأطباء من المستشفى ديال محمد السادس في مراكش، حوالي 10 الأطباء وأربعة من الدار البيضاء وجوج من هنايا، وحاولنا ما أمكن نديروا الفحوصات في الصباح ودرنا وفرقنا الأدوية، وبغينا إن شاء الله تكون هذه دائما دورية، يعني يكون 3 شهور ولا 4 شهور غنبداو نرجعوا باش نشوفوا نيت نراقبوا ونشوفوا فين وصلوا هاد المرضى، وعلى أساس غتكون فيها حتى التوعية ويكون فيها بزاف د الحوايج. هدى القرني طبيبة داخلية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. جمعية الأطباء الداخلين بمراكش تلقات الدعوة ديال الجمعية الخيرية الإسلامية بقماسة باش نجيو نأسيغيو معاهم اون كارافان ميديكال أيام 26 و 27 مارس. بيان سور ما كان من الجمعية ديال الأطباء الداخلين إلا أنها تلبي الدعوة، وجينا اليوم شفنا الطلبة ديال الجمعية، شفنا السكان ديال المنطقة، حاولنا اننا نشوفوا لو ماكسيموم، نشوفوا المعاناه ديالهم، نحاولوا نعاونوهم. كان الطاقم الطبي مكون من 9 ديال الاطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بمراكش، على اليمين ديالي دكتور حمزه بن جاخوق ودكتور ياسين بوشتلا، ومعية 7 اطباء داخليين اخرين. نتمنوا اننا اليوم نكونوا خفنا واخا غير شويه من المعاناه ديالهم، ونتمنوا ان هذه المبادره تجي ان شاء الله على طيله اشهر السنه، واننا نزيدوا نعاونوهم ولما لا يكون تتبع على مستوى المستشفى الداخلي ان شاء الله. وشكرا بزاف على الدعوه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو به نستعين. نتواجد بالجمعيه الخيريه الاسلاميه دار الطالب والطالبه التي نظمت قافله طبيه من جميع التخصصات بترخيص من مديريه الصحه والحمايه الاجتماعيه وبتعاون مع مندوبيه التعاون الوطني، حيث تقاطرت على دار الطالب والطالبه العشرات من التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليميه التابعه لجماعه قماسه، بالاضافه ايضا الى الفئات العمريه من مختلف الفئات العمريه والمسنين. وهي يعني فرصه لجميع سكنه قماسه الذين جاءوا اليوم للكشوفات الصحيه والتي حضرها تلة من الاطباء الذين لهم من الكفاءه العاليه والذين باشروا منذ صباح هذا اليوم مجموعه من الفحوصات الطبيه التي استفادت منها الى حدود الساعه 338 مستفيدا، على ان تستمر يوم غد الاحد ان شاء الله. فهذه المجهودات الجباره التي تبذل على اكثر من صعيد من طرف مجلس الجمعيه الخيريه الاسلاميه والاطر الاداريه والتربويه والاعوان الذين بذلوا قصارى جهودهم لانجاح هذه القافله الطبيه التي ان دلت عن شيء انما تدل على حسن التنظيم. وبالمناسبه ايضا نتوجه بالشكر لكل الطاقم الطبي وللسلطات المحليه التي حضرت هذا الحفل ايضا، فكانت ايضا فرصه مواتيه لتلميذات وتلاميذ جماعه قماسة بصفه عامه، مع مجموعه من الفقرات التنشيطيه اشرفت عليها مجموعه من الاستاذات والمربيات هنا بدار الطالب والطالبه، على ان تستمر ان شاء الله خلال ليله اليوم ان شاء الله. وبهذا نثمن عاليا مجهودات مجلس الجمعية الخيرية الإسلامية في شخص رئيسها الذي يبذل قصارى جهوده من أجل الدفع بعجلة نماء التعليم بالمنطقة وما يقدمه خدمة للناشئة بصفة عامة. مرة أخرى ندعو الجميع إلى التجند لإنجاح مثل هذه المبادرات، وكما كان الجميع على موعد مع حفلة شاي وكذلك حفلة غداء حضرتها كل فعاليات المجتمع المدني والمجلس الجماعي وكذلك فعاليات السلطات المحلية بكل رتبها. مرة أخرى نوجه الشكر لكل المجندين لهذه العملية، كل حسب اختصاصه وتدخله، وحظ موفق إن شاء الله يوم غد الأحد لهذه القافلة ولكل المجندين لإنجاحها. نحييكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.